بسم الله الرحمن الرحيم. دي كلبة خليط عامة، بس ما شاء الله عليها كلبة شاطرة تنفع في مزرعة. كلبة ما شاء الله عليها، الله أكبر. لو أنت عندك مزرعة تنفع ورخيصة، يعني مش غالي. كلبة دي رخيصة. انت بتصنطها، عايزة تمسكها يا بنت الوسخة. خدتها يا بنت الوسخة. شيطان. هدي 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 هدي. الصلاة على النبي عليك. سام، بالصلاة على النبي. الكلبة دي مطلوب فيها 700 جنيه. الكلبة دي شاطرة ما شاء الله عليها، مفيش أي بني آدم غريب يخش عليه. تنفع في مزرعة الكلبة دي. ساتر يا رب. لا تقطع الجنزير. خلاص بقى. خلاص. ها. قلنا خلاص. خلاص كده، الموضوع انتهى.